أبرك المجال للأخ صالح السجر باعتباره رئيس الجمعية لإضافة ما يراه مناسبا. أبو عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحيي سعادة السفير تايوان بالأمير السعودية الرابع، ونحيي الجميع، ونحيي يور فريند، ونحب نقول لهم أن الجمعية ليست جديدة، عمرها تقارب من 60 عام، وإن عضو في الاتحاد الآسيوي والاتحاد الدولي، وشارك في معارض حتى في معارض محلية داخل المملكة، إقليمية على مستوى الخليج، آسيوية على مستوى آسيا، دولية على مستوى العالم. هذا من أول ما أخذت الأرضية الاتحاد الآسيوي بعد الاتحاد الدولي، شهادة حضورية كل المعارض التي يأتينا الدعوة، كما أن جائحة كورونا أثرت على بعض الدول، حصلوا في معرضين أو ثلاثة الاستيراد، كان يشاركون. من يشاهد أحد يصور؟ لنا نحتاج تعدل مقر المهندس في قرعة التمام في الأحساء في المدينة المنورة في الجيزان، بالإضافة إلى في مكان مكرمة وجدة، ويوجد قسم من القوات القادمة طلبة، وقسم مسائل، وقسم الأبطال تمام في جدة ومكة، وكان في الرياض. واحد إن شاء الله جائحة كورونا أثرت على النشاط الحضوري، وأنا أكرر مرة ثانية أرحب بالجميع وكل من حضر الجمعية جمعياتها، الجمعية ما تقوم على أعضاء مجلس الإدارة، إن الأعضاء هم اللي يرفعوا الجمعية، حضورهم، مشاركاتهم، اقتراحاتهم، أي شيء يقترحونه مجلس الإدارة تحت أمرهم، وإن شاء الله نتطلع بالمستقبل، هم أعضاء مجلس الإدارة، حتى الأعضاء العاملين والمنتسبين سواء كانوا سعوديين أو إخواننا المقيمين، أرحب فيهم، أرحب مشاركاتهم، أرحب بحضورهم، كل اقتراحاتهم. اللهم ما تعودنا نصير خاطئين كلها، بس انا اقول لكم نرحب بالجميع، شكرا لنا حضور اللقاء الاسبوعي بجميع الفروع، يعني في جده وفي مكه، وكان في فروع اثرت اقبلت فتره محدوده والان شبه افتراضي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.